عليكم، بيانفوني سوغ ام تي في التلفازه ديالكم. مرحبا بكم في هذا البرنامج سلام لا فامي، و جو فيان ا فوتر رونكونتر دون لي رو دو بروكسل بور فو ميساج فو ديديكاس ا فوتر فامي او فو زامي. اي جوردي جو مو تروف ا لا رو نوف، دونك يلا تبعوني. السلام عليكم. بور سلام لا فامي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شنو اسمك؟ اسمي رصيد. من اصلك في المغرب؟ مغرب تطواني. توحشتي لبلادك؟ توحشت بلادي، وما كراسي نمشي في الصيف كنمشي كنعوم كابو نيغرو راستينغا تريس بيدراس، فهمتي؟ كنمشيو كنضربو الحوت في ازلا، لا تعرف عندنا تما واحد الريستوران تي مزيون لا بلانشا، فهمتي؟ المهم كنقوزو فاكون ساليز، كنقوزو زعما مزيان، فهمتي؟ مكرهناش نسكنو تما لكن الخلاص قليل. مكرهناش. خصك لابد يكون عندك الدار تما. الدار شنقول لك، الدار كيصلح الواحد اللي كيسكن تما، ما حنا كنهبطو فاكونس كيصلحنا على البحر، فهمتي كيش؟ نديرو الدار في البحر. في البحر، هي في البحر نعملو. نديرو بلا بلو سابل. ما كاين حتى مشكل، نعدلوها الدنيا هانية، فهمتي كيش؟ نعودو شهر نبيل كيعجبك ذاك الحوت فوق البحر. شوف دوزي شي سلام الا كيشوفك شي واحد في التلفزيون. كنبلغ سلام الدراري تطوان طنجاد افران كازا مراكش الرباط كامل اللي كيعرفوني انا سبلغتكم السلام، فهمتي؟ والصيف انا ما نجي الحق، ما نهبطش الفلوس بزاف، نهبط على قدي. دونك وجدوا الفلوس ديالكم. ضروري وجدوا الفلوس ديالكم، فهمتي؟ ادركوا معايا بطل، واخا الفلوس قليله. كان الصحابه. واسني الصحاب ومات من طيب طواجن، واخا كتعرف الطاجين؟ ما نتذكروش الطاجين الشارقو، كتعرف الشارقو؟ الشارقو الطاجين الشطون كيعجبك اصاح، فهمتي كيفاش؟ الطواجن ضروري، بنادم خصو ياكل يتريني يعيش، حياتي هي الاولانيه، فهمتي كيفاش؟ ماشي يضيع راسو يجي هنا للغربه يبقى هنا بمخدرات، خصو يجي يتريني تهلا في راسو يعيش. ومن بعد الا فكر يقدر يتجوز تا هو يتجوز. بغيتي تتجوز؟ لا الجوا صعيب دابا، فهمتي كيف؟ الجوا صعيب، خص العائله تكون العائله تيليخينتي، فهمتي كيف؟ تيليخينتي؟ شرح لينا شنو هي هذيك الهضره؟ اشرح لنا شنو تيليخينتي بالعربيه صاحبي. قول لي بلا فرونسي شنو هي؟ اجي شنو هي تيليخينتي بلا فرونسي؟ معقوله العائله خصها تكون معقوله، صاربع عقله بانك تسجعك تقدر تجوج بها، فهمتي كيف؟ اما الا شفتي فيها كتشوف فيها المشاكل كتخاف، فهمتي كيفاش؟ سني اليوم الخاو العائلة ديال المغرب خطر. نقول لك واحد الحاجه، كاين من اللي كتبغي تطلق منها كدعيك هنا وفي المغرب، فهمتي كي؟ اتونسيون. الصح العائلة ديال المغرب كيدعيو هنا وفي المغرب، خصك تجوج بها بلجيكيه، فهمتي؟ ما كتعرفش المغرب. ولقيتي شي بلجيكيه؟ شنقول لك كاينين ولكن كيشربوا الشرب، فهمتي كي؟ خصك عاود ولي ذاك الحلوف اشرا ودعم الخيسوس، احنا ذاك خيسوس طلعنا في راسنا، فهمتي؟ واتمنى لك يكون واحد بنت مزيانه ونقيه وكل شيء، وان شاء الله نتمنى لك شي ولد الناس اللي تتمنى في حياتك. امين.